بالتعاون مع وزارة الداخلية، نظمت منطقة مبارك الكبير التعليمية فعالية أسبوع المرور الموحد بعنوان قيادتك مرآتك تحت رعاية مدير عام المنطقة التعليمية حمد السعيد ومراقبة التعليم الابتدائي أنوار الموسى والموجه الفني الأول فهد العيسى. وتهدف الفعالية إلى نشر ثقافة الوعي المروري واحترام قوانين المرور والحد من المشاكل المرورية من خلال معرض فني توعوي شارك به الطلبة برسومات عن أسبوع المرور. اليوم وزارة الداخلية سعيدة بالتواجد في منطقة مبارك الكبيرة التعليمية، إيمان من وزارة الداخلية بمبدأ الشراكة المجتمعية بينها وبين وزارة التربية. وزارة التربية صراحة مع وزارة الداخلية قامت بالعديد من الاجتماعات من خلالها يتم توعية الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في دولة الكويت بالتعاون مع وزارة التربية. واليوم احنا متواجدين في منطقة مبارك الكبيرة التعليمية، وذلك من أجل توعية الطلبة والطالبات وأيضا المعلمات في المواضيع المرورية والمواضيع الخاصة بالجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى الحد والوقاية من المخدرات. تنظم اليوم منطقة مبارك الكبير التعليمية تحت رعاية مدير العام الإدارة العامة أستاذ حمد السعيد معرض قيادتك مرآتك تزامنا مع أسبوع المرور. تم عرض فيه لوحات فنية لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من جميع المراحل التعليمية، وكذلك مشاركة أبنائنا وبناتنا الكشافة والأشبال. المعرض اليوم والفعالية هدفت إلى توصيل رسالة، وهي أهم أنك أنت تحافظ على قوانين المرور لتحافظ على نفسك وعلى أسرتك ومجتمعك. فعلا هي الفن قيادة وأخلاق، متمنين السلامة للجميع. شكرا لكم. كان عندنا خطة استراتيجية في عمل معرض فني توعوي خاص في أسبوع المرور. طبعا احنا إعدادات المسبقة في اختيار المكان، في توصيل الفكرة لجميع الطلبة الموهوبين من خلال المعرض. اليوم عندنا مشاركة جميع مدارس منطقة مبارك الكبير في جميع المراحل التعليمية سواء كانت ابتدائي أو متوسط أو ثانوي. وصلنا رسالة من خلال رسومات الطالبات والطلبة الموهوبين. الرسالة هذه توعوية لولي أمر، للأب، للأم، للأخ، للمسؤولين، لجميع من كان يقود السيارة، انتبهوا لأبنائنا الأطفال. الرسالة هذه عبروا فيها من خلال رسوماتهم. نحن بصدد إقامة معارض توعوية ما تخص جميع المناسبات، فهذا دورنا توصيل رسالة مهمة، أيضا التركيز على أبنائنا الموهوبين.